والدالة الخامسة من الدوال المثلثي هو يساوينا سيكنت اكس اللي يساوينا 1/حي، والدالة السادسة هي دالة الكوسيكنت اللي واي يساوينا كوسيكنت اكس يساوينا 1/بي. هناك عندنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى ريمارك نمبر 1، الملاحظة الأولى هي تتحدث عن كيفية كتابة الدوال المثلثية. Definition 1 يعني بالتعريف رقم 1 uses the standard function notation، يستخدم الترميز الدالة القياسي. احنا نعرف انه ترميز الدالة القياسي هو y يساوينا f للاكس، حيث ان الاكس هو المتغير المستقل والواي هو المتغير المعتمد. طبعا لما عرفنا الدوال المثلثية، الدوال المثلثية عند تعريفنا لها، فالدالة المثلثية سيكنت كوسيكنت والساين والكوساين والتان والكوتان، هذه حلت محل الترميز F، ترميز الدالة F. فأخذنا نكتب الدالة بالشكل التالي y يساوينا كوساين x، اللي هذه تعني فعلا انه ال y يساوينا كوساين اوف اوف الاكس، اللي هي الاكس تمثل الزاوية. فعندنا مقارنة هذا الشكل مع شكل ال standard function notation y يساوينا f للx، نجد انه الدالة المثلثية سواء كان الساين أو كوساين، مثلا هنا كوساين للإكس، حلت محل الترميز النوتيشن F. واضح؟ فإن الكوساين في degree actual means هو يعني فعلا أنه كوساين F of T degree. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هناك صيغ رياضية تستخدم للتحويل من القياس الدرجات إلى القياس النصف قطري، وبالعكس من القياس النصف قطري إلى قياس الدرجات. Remark 2، remember that، تذكر إنه T degrees equal T مضروبة بالباي على 180 radians and X radians يساوي من x مضروب 180 على باي دي. يعني هذه تحول لي ممكن من الدرجات الى قياس النصف قطري، وهذا يحول لي من القياس النصف قطري الى القياس الدرجات. فاذا هذه العلاقتين الرياضيه هي تستخدم للتحويل من القياس النصف قطري الى الدرجات، وبالعكس من الدرجات الى القياس النصف قطري. طبعا هذه النظريه theorem 1، هذه النظريه without proofs يعني بدون برهان. هذه راح تنطينا العلاقات بين، توضح لنا العلاقات بين الدوال المثلثيه. For any real number x، لاي عدد حقيقي x، we have the following trigonometric identities، يعني هذه متطابقات مثلثية، يعني يتوضح هذه المتطابقات العلاقة، إيجاد علاقة بين الدوال المثلثية. أن cosecant x يساوي 1/sin x، يعني دالة الكوسيكنت هي مقلوب دالة الساين، مقلوب دالة الكوساين هو يساوي السيكنت، سيكنت اكس، الكوتان يساوي 1/tan x، التان اكس يساوي ساين اكس على كوساين اكس. طبعا هذه المتطابقات يجب حفظها هذه العلاقات لغرض استخدامها مستقبلا في حل التمارين والأمثلة. فالمطلوب
المفهوم هم طلبتهم الأعزاء حفظ هذه العلاقات بين الدول المثلثية. نستمر. أن الكوتان إكس هو كوساين إكس على ساين إكس، ساين ماينس إكس يساوينا ماينس ساين إكس. إذن هذا شي يدللنا، هذا يدل على أن دالة الساين هي دالة فردية، بينما كوساين سالب إكس يساوينا كوساين إكس، هذا يعني أن دالة الكوساين هي دالة زوجية. عندنا تان ماينس إكس يساوينا ماينس تان إكس، أيضا هذا يدل على أن دالة التان هي دالة فردية. كوتان ماينس إكس يساوينا ماينس كوتان إكس، أيضا هذا يدل على أن دالة الكوتان هي دالة فردية. وهذه المتطابقة ساين سكوير إكس بلس كوساين سكوير إكس إيكوال 1، هذه أيضا متطابقة توضح العلاقة بين الساين والكوساين. أن سيكنت سكوير إكس يساوينا تان سكوير إكس بلس 1، وكوسيكنت سكوير إكس يساوينا كوتان سكوير إكس بلس 1. هسه نجي على graphs of sine and cosine function، يعني كيفية رسم دوال السين والكوسين. بالبداية راح ناخذ table for values of sine x cosine x and tan x for selected values of x. طبعا هذه تمثل القيم السين والكوسين والتان عند الزوايا الخاصة. فهذا التيبل، هذا التيبل الذي أمامكم، الصف الأول يمثل الديجريز، يعني إذا كان القياس بالدرجات، والصف الثاني يمثل راديانس، يعني إذا كان القياس النصف قطري. فإحنا ساين الإكس، هذه دالة الساين، قيمها إذا كانت الزاوية x 0 فساين 0 راح يكون يساوينا 0. أن إذا كانت الزاوية قيمتها 30 أو باي على 6، فراح تكون قيمة الزاوية 30 أو باي على 6 راح يكون قيمتها نصف. وأن ساين 45 أو الباي على 4 وقيمته شقد؟ 1 على جذر 2. ساين 60 والباي على 3 قيمتها ساين مالتها راح يساوي جذر 3 على 2. وساين 90 او الباي على 2 قيمتها 1. وهكذا بالنسبة لبقية الدوال. فإذا هذا الجدول هو يمثل قيم الزوايا، قيم الزوايا الخاصة لدالة الساين والكوساين والتان. أيضا هذا جدول آخر أيضا يمثل قيم الساين والكوساين والتان عند 120 135 150 180 270، هاي بالنسبة لقياس الدرجات. فمثلا إذا أردنا نعرف الساين للزاوية 135 هو 1 على جذر 2 بقياس الدرجات، أو بقياس الراديانس أيضا راح يكون بالشكل هذا. فإذا هذه الجداول هي تمثل قيم الدوال الساين والكوساين والتان لبعض الزوايا الخاصة. الآن تعريف a function f، الدالة f is periodic، نقول على الدالة f هي دورية periodic if there exists a positive real number، إذا وجد هناك عدد حقيقي موجب سميه p، such that بحيث أنه f للx يساوي f للx زائد p. يعني
انه هذه الدالة F راح نسميها دالة دورية اذا حققت هذه العلاقة. يعني قيمة الدالة F عند X هي نفسها بعد مرور دورة نطلق عليها هذه الدورة هي P، فراح تتحقق هذه العلاقة الرياضية. إذا تحققت راح أقول على الدالة F هي periodic، على الدالة دورية for all X in the domain of F، لكل قيم X في دومين الدالة في مجال الدالة F. The smallest such positive number P is the period of F. يعني هذه الـ positive number P راح نسميه شنو؟ is the period of F، وراح نسميها دورة الـ function F. Remarks، الملاحظات. Number one، the functions دوال sin x cosine x secant x and cosecant x are periodic functions with period 2π. إذن هذه الدوال sin x cosine x secant x and cosecant x هي دوال دورية والperiod مالتها الدورة هي 2π. Number two، رقم اثنين، the functions tan x and cotan x are periodic functions with period π. بينما الدالة tan x و cotan x هي أيضا دوال دورية لكن البريد مالتها راح يكون هنا عندنا π.